بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هناخد الدرس بتاعنا، هو هيبقى اخر درس في سنة الصف الاول الابتدائي في الرياضيات، هو بيتكلم عن الساعة. الساعة بتاعتي انا عندي عقربين، العقرب الصغير اللي هو بيشير او القصير بيشير الى الساعات، اما العقرب الكبير اللي هو بيبقى الطويل شوية ده بيشير الى الدقائق. يعني ايه؟ يعني اما بلاقي العقرب الصغير بتاعي زي ما هو قدامي كده في الصفحة على 7 والكبير على 12، دي بتبقى الساعة ايه؟ السابعة تماما، او السابعة بالظبط، بنقول الساعة 7 بايه بالظبط. تمام. طيب انا اعرف منين؟ انا هبص على العقرب، عرفت وحفظت ان العقرب الصغير ده بتاع ايه؟ الساعات اللي هو القصير، وبتاع والعقرب الكبير اللي هو الطويل ده بتاع الدقايق. طيب تمام. انا كل اللي لازم اعرفه دلوقتي ان لما العقرب الصغير يبقى على اي رقم من الارقام دي، انا عندي الساعة بتاعتي متقسمة ل 12 ساعة. تمام. طبعا احنا عارفين ان اليوم عندي في 24 ساعة، 12 ساعة صباحا و 12 ساعة مساء. فاما بيبقى عندي العقرب الصغير بيجي على 1 والكبير على 12، يبقى دي الساعة الواحدة بالظبط او الساعة الواحدة تماما. تمام. هو مديني هنا تحت، يلا قولوا معايا كده، عايزين نشوف الساعة اللي تحت دي كاتب لي الساعة ايه. حطيت لي العقرب الصغير على 10 والكبير على 12، فقال لي ان الساعة تبقى ايه؟ العاشرة. طيب الساعة اللي بعدها حطيت لي العقرب الصغير على 4 والكبير على 12 على. تمام. يبقى الساعة دلوقتي كام؟ الرابعة تماما، او الرابعة بالظبط هنقول. طيب هو قال لي بعد كده صباحا او مساء. طبعا احنا عارفين صباحا او مساء دي بتتحدد او بقولها حسب ايه؟ بعد ما بنعدي اليوم. احنا شايفين اليوم عندي او النهار طالع والدنيا جميلة، يبقى ده ايه؟ صباحا. لو في المساء او بالليل بقول مساء. طيب طبعا احنا في الساعة دي الساعة اللي هي بالعقارب. طب عندي ساعة تانية رقمية بس مش هنتكلم عليها النهاردة، هنتكلم عليها او بعد ما نخلص هقول لكم عليها. تمام. طيب المفروض ان احنا دلوقتي هنشوف في عندي كذا ساعة دلوقتي هتظهر لي وقولوا لي هي الساعة كام، او هنقولها مع بعض الساعة كام. طيب هنرجع نكمل ونعيد من الاول، وعرفنا ان العقرب او الساعة ذات العقارب عندي عقربين، عقرب طويل وعقرب قصير. العقرب الطويل هو اللي بيشير للدقايق والصغير بيشير للساعات. احنا قلنا بنتكلم دلوقتي على الساعة ذات العقارب، واللي هي عرفنا ان العقرب الطويل او الكبير ده بتاع الدقايق، والعقرب الصغير ده بتاع الساعات، والعقرب الكبير بيبقى دايما على 12، والعقرب الصغير بيبقى على اي ساعة بقى او على اي رقم،
واحد اتنين تلاتة، او الساعة هتبقى لو على واحدة هيبقى الواحدة، لو على اتنين هيبقى الثانية، لو على تلاتة هيبقى الثالثة، لو على اربعة تبقى الساعة الرابعة، لو على خمسة هتبقى الساعة الخامسة، لو على ستة هتبقى الساعة السادسة، لو على سبعة هتبقى الساعة السابعة، لو على تمانية هتبقى الساعة الثامنة، لو على تسعة هتبقى الساعة التاسعة، لو على عشرة هتبقى الساعة العاشرة، لو على حداشر هتبقى الحادية عشر، ولو على اتناشر هتبقى الثانية عشر. طب ولو على اتناشر هيبقوا العقربين موجودين على ايه؟ على الاتناشر، الكبير والصغير. طيب قلنا هنشوف الصفحة اللي بعديها. تمام اهي جات لنا الصفحة اللي بعديها، قال لي اكتب الوقت اسفل كل ساعة. طيب احنا عندنا الساعة الاولانية دي شايفين العقرب الكبير على الاتناشر والصغير على ايه؟ على الواحد. برافو عليكم شاطرين. طيب يبقى الساعة كام؟ الواحدة. شاطرين، انا سمع حد بيقول اهو معايا الواحدة، برافو عليكم. طيب مين هيقول لي يلا نبص على الساعة اللي بعدها؟ دي هتبقى الساعة كام؟ العقرب الكبير على اتناشر والصغير على تلاتة، يبقى الساعة كام؟ ها؟ الثالثة. شاطرين، بعدها برضو الساعة اللي بعدها قال لي أو حطت لي العقرب الكبير على الاتناشر والصغير على الخمسة، وقال لي ايه؟ يعني هتبقى الساعة كام؟ الساعة الخامسة. برافو عليكم شاطرين. تاني يلا نشوف اللي بعدها، الساعة اللي تحت عامل لي العقرب الصغير على السبعة والكبير على الاتناشر تبقى الساعة، ايوه برافو كده، السابعة. طيب اللي بعدها حط لي العقرب الكبير على الاتناشر والصغير على العشرة تبقى الساعة العاشرة. تمام، بعد كده الساعة اللي بعدها حط لي العقرب الكبير على الاتناشر والصغير على الستة يبقى الساعة السادسة. تمام، طيب النشاط اللي بعد كده قال لي ارسم عقارب الساعة. هو كتب لي هو هنا الساعة وعايزني اشوف انا هحط العقارب بتاعتي ازاي. طيب كتب لي الساعة الرابعة عايزني انا ارسم العقارب. احنا عرفنا ان العقرب الكبير بيبقى على كام؟ على 12، برافو عليكم. والعقرب الصغير هجيبه عند ايه؟ هو قال لي الساعة كام تحت؟ اربعة، يبقى العقرب الصغير هيجي يقف عند مين؟ عند الاربعة، يبقى الساعة الرابعة. طيب تمام، مين هيقول لي اللي بعدها هتبقى عامله ازاي؟ الساعه الواحده، حط لي هنا واحد، يبقى كلنا متفقين ان عقرب الدقيق لازم يكون على مين؟ على الاتناشر، برافو عليكم. يبقى الساعه بقى عقرب الساعات هيجي يقف عند مين؟ قال لي هنا واحد، يبقى عند الايه؟ الواحد، عشان تبقى الساعه الواحده. تمام، طب تعالى بعد كده عندي الساعة الثامنة كتبها لي، عايز نحط العقارب. ها قلنا هنحط العقرب الكبير عند مين؟ اللي هو الطويل. عند مين؟ عند الاتناشر. شاطرين، طب والصغير؟ عند التمن. تمام كده، طيب احنا كده متفقين مع بعضينا على الساعات او الساعة اللي ايه؟ ذات العقارب. الساعة اللي هي الرقمية بقى، الرقمية هي هنكتب الرقم بس وجنبيها ايه؟ صفرين. هنكتب الرقم وجنبيها صفرين. تمام، برضو هبقى اوريها لكم تاني مرة تانية، هي ايه مش معانا دلوقتي بس انتوا هتبقوا عارفينها. هي هنكتب الاربعة زي ما هما كاتبينها كده
بس الفرق ان احنا هنحط جنبيها ايه؟ نقطتين وصفرين على الجنب التاني. طيب انا دلوقتي معايا حاجة تانية كنت عايزة اوريها لكم واعرفها لكم، اللي هي قال لي هنا اي حاجة متعلقة بالحساب، قال لي ضع علامة زائد او نقص، ضع علامة زائد او نقص. طيب انا احطها ازاي او اعرفها ازاي؟ اعرف ازاي انا احط زائد او نقص؟ هقول لك. هنبص على اول رقم، شايفين معايا قلنا اول خانة، وهناخد الباقي ده هنعمله بعدين. تلاتة، اول خانة عندي هنا تلاتة، مربع فاضي اتنين، خمسة. طب احنا شايفين التلاتة الاولانية، تمام؟ هي خرجت بره اليساوي خالص كام؟ خمسة، تمام. يبقى انا التلاتة احط لها زائد الاتنين عشان تديني خمسة، ولا احط ناقص الاتنين؟ طبعا زائد، تلاتة زائد اتنين هيديني ايه؟ خمسة. يبقى انا عرفت ان انا ابص على الرقم الاولاني لقيته خرج بره اليساوي كبير احط زائد، لقيته خرج بره اليساوي صغير احط ناقص. طب ازاي؟ هقول لك زي المسألة اللي بعدها على طول. تمانية، مربع الفاضي اللي انا المفروض هحط فيه العلامة زائد او ناقص، بعديها اتنين يساوي ستة. طيب انا هشوف هي التمانية اكبر من الستة ولا اصغر؟ اكبر، يعني خرجت بره اللي يساوي كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة، يبقى انا هحط ايه؟ ناقص. طب نجرب اللي تحتها، اول رقم عندي هو في الاول خالص هنا كام؟ تسعة. طب التسعة خرجت بره اللي يساوي كام؟ خمسة. كبرت ولا صغرت؟ لا صغرت يا انتي. طب صغرت يبقى هنحط ناقص، تمام. طب هنا التلاتة، تلاتة في الاول خرجت بره اللي يساوي صفر، كبرت ولا صغرت؟ صغرت، يبقى نحط ناقص، تمام. طب ستة، ها خرجت بره اللي يساوي تلاتة، كبرت ولا صغرت؟ صغرت، هنحط ناقص. برافو عليك. خمسة، المسألة اللي بعديها، خمسة خرجت بره اللي يساوي تلاتة، طلعت لي كام؟ هي الخمسة كانت في الاول خمسة، خرجت بره اللي يساوي تمانية، كبرت ولا صغرت؟ كبرت، يبقى هنحط ايه؟ هنحط زائد. برافو عليكو. اتمنى ان احنا نكون عرفنا الساعة وفهمناها، وعرفنا المسائل المهمة اللي انا حبيت ان انا اوضحها لكم واقولها لكم دي، علشان بعد كده نعملها او نبقى عارفين نحلها. طيب انا دلوقتي عندي بقيه الصفين التانيين دول هنعملهم واجب، والمفروض ان احنا نبتدي نعد او نكمل بقيه الاعداد بتاعتنا. احنا كنا واخدين لغايه الاربعين او الخمسين، احنا كنا واقفين لغايه الخمسين، الاربعين بالاعداد والحروف، وكملنا من اربعين لتسعه واربعين بالارقام، تمام. عارفين طبعا بعد الاربعين واحد واربعين، اثنين واربعين، ثلاثة واربعين، اربعة واربعين، خمسة واربعين، ستة واربعين، سبعة واربعين، ثمانية واربعين، تسعة واربعين، خمسين. من الخمسين لغاية المية المفروض ان انا هاخد واجب عندي كل يوم هكتب عشرة عشرة، يعني من خمسين لستين، ومن ستين لسبعين، ومن سبعين لتمانين، ومن تمانين لتسعين، ومن تسعين لايه؟ لمية. وابقى حافظهم كويس من الواحد لغاية المية بالترتيب، ونكتب عليهم الترتيب التصاعدي والتنازلي. طبعا مش هيبقى نحل عليهم مسائل يعني تدريب تصاعدي وتنازلي، بس مش من الواحد للمية، يعني هناخد مجموعة من الأرقام ونحل عليها، ونعرف نعد كويس بالترتيب من واحد لإيه؟ لمية. وإن شاء الله أشوفكم المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا من الدرس بتاعنا النهاردة ومن الساعة. لو في أي حاجة بعتولي يعرفوني أن أنتم إيه في حاجة وقعت منكم، أو فاهمين وتمام الدنيا زي الفل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.